طيب يعطيكم العافية يا شباب في هذا الفيديو. إن شاء الله راح أوضح لكم كيف ممكن إنه أنت تكتب الأكواد على منصة المودل بسهولة. طبعا وضعت لكم اختبار تجريبي للتدريب على امتحان النصفي، وعدد مرات يعني التجريب غير محدودة، فبالتالي أنت ممكن إنه أنت تجرب براحتك. يفترض هذا النشاط انه انتم كلكم تحصلوا فيه علامات كاملة. اوكي، فممكن نبدأ. طبعا في الاختبار احنا في عنا عدة أسئلة، أسئلة اختيار متعدد وصح وخطأ، وبالإضافة لأسئلة الأكواد. أسئلة الأكواد متنوعة. طبعا هنا اكتب برنامج لادخال رقمين من المستخدم وطبيعه المجموع. دائما اطلع على الاكزامبل اللي هنا تشوف ايش هو المطلوب. المطلوب من انه انا ادخل 3 و4، 3 انتر 4، هذا معنى الكلام هذا انه 4 في سطر جديد بيطلع انا عندي 7 هنا، فبالتالي انا بدي التزم بالمطلوب فببدا اكتب في الاكواد. بالمناسبه قد يعني في بعض الأحيان إنه بسبب ضعف الإنترنت أو ما شابه ممكن إنه الإديتور هذا إنه أنا ما بقدر إنه أكتب فيه أكواد، فبس مجرد إنه بتنحل المشكلة إنه أنا أعمل تحديث للصفحة بهذا الشكل، فساعتها إنه بقدر إنه أنا أكتب فيه المحرر. الآن بعرف متغير أن واحد، بدي أحوله لإنتجر طبعا، بدي أخذ إنبوت. طبعا احنا متعودين انه نحكي انتر ان واحد، طبعا هذا الكلام مش مطلوب بس انا حبيت انه اكتبها عشان اوريكم ايش الخطأ اللي مطلوب. لانه لاحظ هنا المدخلات انا عندي 3 و4 بدون انه بليز انتر نمبر 1 بليز انتر نمبر 2، فانت تقيد بالمطلوب بالضبط، بس انا بدي احطها متعمد عشان اورجيكم ايش الخطأ. تمام، هنا ان 2 بتساوي، او ممكن اخذ سريعا هذا الكلام، الاثنين هنا بعمل R بتساوي N واحد زائد N اثنين، بعمل print لل R. دائما اتعود انه انت تكتب على الموديل، ما انه انت يعني ما تحول على الباي شار او الفي اس كود تكتب هناك وبعدها تيجي تنقل الاكواد هنا. لا خلاص، هنا 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 بصحح لك الأخطاء، وهنا بقول لك وين الخطأ وكل الأمور هذه كلها. تمام، طيب أوكي، خلينا نفحص الآن نشوف شو. أوكي، الآن في أنا عندي خطأ زي ما حكيت لك، إنه أنا المدخلات أنا عندي 3 و4 ومفترض أنا عندي 7، ولكن هنا انتر ان واحد انتر ان اثنين، وهنا طلع أنا عندي 7. تمام، فخلينا نعالج الأخطاء واحدة واحدة. فمعنى ذلك إنه هدول الشغلات مش مطلوبة، فدائما أنت خذ المدخلات هيك بس input بدون أي مدخلات، مش مطلوبة أنت عندك هنا في الموديل. لو أنت بدك تعطي هذا البرنامج لمستخدم ساعتها بحكي لك إنه اكتب رسائل إنه توضيحية للمستخدم عشان يعرف إيش بده يدخل. طيب خلينا نفحص. أوكي، الآن المدخلات 3 و4، النتيجة المتوقعة 7.0، وأنا رجعت الكود تبعي رجع 7، معنى ذلك إنه بيتعامل مع الأرقام بشكل فلوت، فبعدل البرنامج تبعي. لاحظ إنه التعديلات هنا كلها على الفلوت، على الموديل مش على الباي شار. ما تحكي لي إنه البرنامج أنا عندي شغال على الباي شار بس هنا مش شغال، في خلل في الموديل. لا، أنت مش ملتزم أو مش متقيد بالشغلات المطلوبة عندك في المسألة. نيجي الآن نفحص. هيك تمام، برجع لي كل التست كيسز صحيحة، صح صح صح، خلاص ساعتها انه بنتقل للسؤال اللي بعده. تمام؟ اوكي، ف بضغط نيكست، خلينا نشوف نحل السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده عبارة عن سؤال صح وخطأ. مبرمج البايثون يسمى بايثونيستا، هذا الكلام صحيح. وهنا هذه مسألة بس من نوع مختلف. المسألة هذه إنه بدي أكتب دالة، والدالة هذه بدها ترجع رقم. تمام، وهنا لما تلاحظ كلمة ترجع مربع هذا الرقم، معنى ذلك إنه بدك تعمل ريتيرن. وهنا
أنا كاتب لك بالأصفر المطلوب فقط كتابة الدالة بدون لا مدخلات ولا مخرجات ولا استدعاء، ما تستدعيها، تمام؟ فبالتالي هنا أنت ما تمسح هذا الكود وترجع إنه أنت يعني تكتب عليه، يعني لا، كمل على الكود هذا، إنه أنا هنا أنا عندي الدالة مقيدة بهذا الاسم، خلاص بتكمل. فأنا عندي هنا إنه الـ R على سبيل المثال أن ضرب أن تساوي عفوا، وهنا بعمل return للـ R. خلينا نعمل بعض الأخطاء، على سبيل المثال إنه أنا عملت return للـ S، والاس هي مش معرفة، خلينا نشوف ايش بصير. فهنا بحكي لي انه هنا بطلع لي الخطأ، انه هي الخطأ انه name error name as is not defined، الاس مش معرفة قبل هيك، وهنا بديني اللاين اللي فيه الخطأ لاين 3، هاي رقم اللاين لاين 3، بحكي له مظبوط اوكي هاي ار اوكي تمام كله صح. بدي أجرب شغلة تانية، خطأ تاني، إنه أنا لنفترض إنه أنا فهمت السؤال غلط، إنه بدل ما يكون مربع الرقم أو حاصل ضرب الرقم في نفسه، رحت فهمت إنه جمع وحطيت جمع، فهنا بروح برجع لي إنه لا خطأ، إنه أنت الرقم هذا مربع ماينس 3 9، ماينس 3 في ماينس 3 9، لكن انت رجعت لي ماينس 6 لانه هو عباره عن حصل جمع بيناتهم، ماينس 3 زائد ماينس 3 بيطلع ماينس 6، فهيك انت في عندك خطأ، تمام؟ فهيك انت بيكون في عندك بعض الحالات انه انت ممكن تخسر فيها علامات، فحافظ على انه انت تكون متقيد بالمطلوب بالضبط. آخر شغلة بدي أجربها معكم هنا في هذا السؤال، إنه أنت ما تحاول إنه أنت تستدعي هذه المسألة أو هذه الدالة، لأنه زي ما حكيت لكم إنه أنت مش مطلوب منك استدعاء، أنا بفحص، أنا بعمل استدعاء من عندي على الموديل، تمام؟ وبفحص الكود تبعك، خلينا نجرب هنا مثلا في السبعة. فلاحظ هنا إنه أنت خسرت تيست كيس، إنه أنت هنا المتوقع 9، بس هنا رجعت لي 49 و9. التسعة اللي هي مربع ماينس التلاتة وتسعة وأربعين اللي هي إجت مربع السبعة، تمام؟ أو إنه أنت تروح تقول لي إنه هنا أنت دخل مدخلات وتحول لي إياها انتجر، لا لا لا، هذا الكلام كله مش مطلوب. أوكي هاي تشيك، تمام، الأكواد كله صحيحة. بنتقل للمسألة اللي بعدها. المسألة اللي بعدها هنا عبارة عن دالة، بس هذه المرة هذه الدالة بدها تطبع، لأنه هنا من اسمها print، إنه أكتب دالة تعريفها كما موضح تأخذ رقم وتطبع، أنا ما حكيت وتقوم بإرجاع، تطبع، فبالتالي هذه الدالة بدها تعمل print. أوكي، الأرقام المربعة من 1 إلى هذا الرقم كما هو موضح بالمثال، دائما ركز لي على هذا المثال عشان تعرف إيش المطلوب بالمسألة. هنا أنا مررت 5، إيش رجع؟ 1 في 1، 2 في 2، 3 في 3، 4 في 4، 5 في 5 لغاية هذا الرقم، معنى ذلك إنه أنا بلف على الأرقام من 1 لغاية الرقم هذا اللي هو 5، وبعمل الرقم حاصل ضرب الرقم في نفسه، فزي كأنه جدول الضرب 1 4 9 16 اللي هو 4 في 4، 5 في 5 25 وهكذا. فالمسألة هنا for i in range، فأنا بدي أبدأ معكم بالتدريج، أنا بدي أبدأ من range n، وهنا المطلوب إنه أنا بدي أعمل print، وهنا ممكن أستخدم دالة الفورمات، أنا عندي هذا التوكن الأول أو للخانة الأولى الرقم الأول، وهنا حاصل ضرب، هنا حاصل ضرب الرقم الثاني، وهنا يساوي الرقم الثالث، وهنا dot format n أن اللي هو الرقم هذا هي 1 1 أن وأن، وهنا أن ضرب أن، أن ضرب أن. خلينا نعمل تشيك، أنا في عندي أخطاء أنا أعرفها، بس أنا عشان بدي أورجيكم الآن. الخطأ الأول إنه أنا عندي الرقم ثابت، هنا يفترض إنه 1 في 1، 2 في 2، هنا 5 في 5، 5 في 5، الرقم ثابت لما، وهنا نفس الشيء 3 في 3 لأنه أنا مررت 3، فبالتالي إنه الرقم ثابت، فبالتالي هنا أنا بفهم إنه أنا هذا الـ iteration variable هو الـ i
وليس الان. دائما انت صحح الاكواد تبعتك هنا، ما تروح على الباي شارب بالمره، انت في امتحان تمام. فهنا اي اي وهنا اي في اي. خلينا نجرب. اوكي، في عندي خطأ من نوع ثاني هنا. صحيح بدأ انه متسلسل 0 1 2 3 4، بس المطلوب 1 2 3 4 5، من 1 ل 5 من هذا الرقم. فبالتالي انا بفهم انه انا عندي هنا الرينج فيها مشكلة، انه بحكي له بدل ما تبدأ من 0 ابدأ من 1، وبدل ما تنتهي عند الأربعة، لو على سبيل المثال لو احنا بدنا نمرر 5 بدنا نمرر بدنا نتوقف عند الان زائد 1. هيك كله تمام تمام. فبالتالي تقيد بالمطلوب عشان انت ما تخسرش علامات، لانه كل تيست كيس هذه عليها علامة. وبالمناسبة في تيست كيسز انا مخفيها، انه انا بس بظهر لكم شغلات معينة هنا في المسألة. في تيست كيسز برضو في عليها علامات انه انا ما بظهر لك اياها في الامتحان تمام. فبس هنا التست كيسز انت بتتأكد انه في الغالب اذا كانت هذه صح، باقي التست كيسز راح تكون صح ان شاء الله. هيك تقريبا انا خلصت المسألة هذه. وبنتقل اخر سؤال انا عندي، على ما اعتقد انه انا عندي دالة الايفال. شو بترجع دالة الايفال؟ تعمل ايفالويشن لسترينج للارقام الموجودة داخل السترينج. فهنا 3 في 2 6 زائد 1 7، فبالتالي هذا هو الجواب. هيك بكون خلصت الامتحان، بعمل submit and finish. اوكي، فهنا انه بيجيب لي الاجابات تبعتي. اوكي، يعطيكم العافية وبتمنى لكم كل التوفيق في الامتحان.